بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله, وإن شاء الله دلوقتي هناخد مع بعض lesson 4 في unit 4 connect 5 عن ايه يا مستر؟ عن pronunciation اللي هو نطق الكلمة. طيب عندك هنا 3 consonant blends, كلمات ذات الثلاث حروف الساكنة. قال لك 3 consonant words are made up of 3 consonant letters that are not disconnected by any vowels. كلمات اللي هي ذات الحروف الثلاث حروف الساكنة بتتكون من ثلاث حروف ساكنة لا يفصلهم أي vowel, and each consonant sound is still heard, وكل صوت ساكن لازم يكون مسموع. ايه الكلام ده يا مستر؟ ايه الكلام ده يا مستر؟ سيبك من الكلام ده, انا عايزك تعرف بس ايه, انت عارف الفاول اي 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 او يو بس. طب الاس consonant, السي consonant, الار consonant, الثلاثه مع بعض يعملوا ايه؟ 3 consonant blends, تمام, اللي هي كلمه او دمج ثلاث حروف ساكنه مع بعض. دي اسمها ايه بقى؟ سكره. زي ايه بقى؟ سكرو, مسمار, سكراتش, يغدش, سكرين, شاشه, سكريم, يصرخ. يبقى سكرو, سكراتش, سكرين, سكريم. طيب اللي بعده ستره, اسمها ايه؟ ستره. زي ايه؟ ستروبري, فراوله, ستروبري, سترينج, خيط, سترينج, شارع, ستريت, ستريت, قوي, سترونج. اللي بعده ثره, اسمها ايه؟ ثره. زي ايه؟ ثرون, عرش, ثرون, ثروت, حلق, اللي هو الزور, ثروت, يرمي, ثرو, ثرو. تلاتة ثري, ثري, دي كلها اسمها ايه؟ consonant blends, تمام. يبقى ده الفوكابلري, بس انا عايزك تعرفها ايه ككلمات. consonant عارف, consonant الفاولز عارفهم, خلاص الموضوع ايه بسيط ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في التكست باذن الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.